هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ وهل هما متلازمان كالإسلام والإيمان؟ وإذا كانا متلازمين فهل معنى هذا أنه لا مجال للاجتهاد في المنهج كما أنه لا اجتهاد في العقيدة؟ المنهج أعم، يشمل جميع التشريع، يشمل العقيدة والعبادات والمعاملات، ويشمل الاستسلام للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فالذي يريد أن يجعل منهجا ماذا كتيبا من الكتب التي هي مختصرة فقد اعتدى وظلم. نعم، فالمنهج أعم والعقيدة أخص. نعم، وما بغي السؤال.